تحية طيبة من عاصمة القرار. خيبة أمل غربية حيال نتائج الجولة السابعة من محادثات فيينا النووية، وتأكيدات أمريكية على أن توسع برنامج إيران النووي سيؤدي حتما إلى أزمة، وإدارة بايدن أمام قرارات صعبة في المرحلة المقبلة. لن نقبل الوضع الراهن حيث تطور إيران برنامجها النووي من جهة، وتتلكأ على طاولة المحادثات من جهة أخرى. لن يستمر هذا الوضع. الكونغرس الأمريكي مجمع على ضرورة مواجهة الخطر والتهديد الإيرانيين ومشاريع قوانين لمواجهة المسيرات وعمليات خطف المعارضين الإيرانيين في الخارج. كاثي مانينغ نائبة ديمقراطية: يجب ألا تركز المحادثات على زيادة تخصيب إيران لليورانيوم فحسب، بل يجب أن تركز أيضاً على التهديد الذي تشكله الصواريخ البالستية الإيرانية المتزايدة الدقة. الصحافة توقفت عند مفاوضات فيينا وما يمكن أن يترتب عنها والخيارات المطروحة أمام الولايات المتحدة. توم فريدمان في نيويورك تايمز: ترامب أورث بايدن كارثة كبيرة، لكن بايدن لم يعرف كيف يلعب الأوراق مع إيران، مما أوقع إسرائيل في حيرة وخوف من أن يذهب الرئيس الأمريكي نحو اتفاق صغير يقيد يد إسرائيل عسكرياً ويطلق يد إيران. وتعددت آراء الخبراء حيال السياسات الأمريكية تجاه إيران وصوابية الخيارات والقرارات التي اتخذتها الإدارتان الحالية والسابقة. نيكي هيلي السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة: ما لم توقف إيران سعيها للحصول على أسلحة نووية وتمويلها للإرهاب وتهديدها بتدمير إسرائيل، فإن أي اتفاق يسعى جو بايدن لإبرامه هو اتفاق لا جدوى منه. عاصمة القرار يأخذكم إلى مراكز صناعة القرار في واشنطن لرسم الصورة الكاملة لكم. ضيفة حلقة اليوم: باربرا سليفن، مديرة مبادرة مستقبل إيران في المجلس الأطلسي، وعرفان فرد، مؤلف وخبير في الشؤون الإيرانية. أهلاً بكم مشاهدينا وأهلاً بكما باربرا وعرفان. قواعد المناظرة 45 ثانية لكل ضيف للإجابة على السؤال، و25 ثانية كحق للرد. وكنا قد طرحنا على صفحتي الحرة وعاصمة القرار على فيسبوك وتويتر السؤال التالي: هل تعتقد أن إيران جادة في العودة إلى الاتفاق النووي ولماذا؟ صوتوا وعلقوا على صفحات البرنامج على فيسبوك وتويتر ورقم الواتساب المعروض على الشاشة، وسنعرض النتائج والتعليقات خلال هذه الحلقة. في إطار الجواب المفتوح أبدأ معك باربرا، كيف تقيمين الجولة السابعة من مفاوضات فيينا النووية التي تسعى إدارة بايدن من خلالها للعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران؟ نعم، يسرني أن أراك مجددا ميشيل وأن أعود إلى البرنامج. أعتقد أنه من الواضح أن لا أحد يتوقع تقدما سريعا في هذه المفاوضات. هذه هي المرة الأولى نرى فيها المفاوضين من إدارة الرئيس رئيسي، وبالتالي منذ البداية كان عليهم أن يظهروا تشددا مقارنة بمفاوضي روحاني، وهذا ما يفعلونه. وقد قدموا سلسلة من الطلبات غير المنطقية، والجميع يفهم ذلك تماما. السؤال هو إنه بعد الحصول على هذا الرد لنقل البارد ليس فقط من أمريكا وأيضا للأوروبيين وحتى إلى حد ما من روسيا والصين، هل أن إيران ستعود إلى الطاولة مع مقترحات أكثر واقعية؟ هذا حتى الآن لا نعرفه. طيب عرفان، بكل احترام لوجهة النظر هذه، هذا صحيح أن هذه الإدارة ليس لديها
شهية لعمل ذلك، ولكن النقطة الرئيسية هي أن إيران ليس لديها إرادة قوية لحل المشكلة مع الولايات المتحدة. إيران تريد تضييع الوقت، وهذا واضح، وبايدن يعرف هذا جيدا بناء على تقارير المنظومة الاستخباراتية الأمريكية، أن إيران ليس لديها إرادة قوية لحل المشكلة. ولهذا السبب معظم الإعلام الاجتماعي نستطيع أن نقرأه بالعربية أو الفارسية أو الكردية أو أي لغة، معظم الناس يعتقدون أن هذا تضييع للوقت. لماذا؟ لأن إيران فيها مشاكل داخلية، وحل مشكلة الموضوع النووي ليس واضحا، لأن إيران لديها مشكلة مع الإرهاب وبرنامج الصاروخي والطائرات المسيرة، وتواجه مشكلة في دعم المجموعات الإرهابية في المنطقة. لهذا السبب لا نستطيع أن نقول أن الموضوع النووي هو الموضوع الوحيد الذي تواجهه إيران. ثم أيضا هناك مشكلة البيئة. بالنسبة لبايدن، هو يعرف هذا من السياسات الحزبية، هو يحب أن تكون هناك دبلوماسية، ولكن إيران ليس لديها ولا تظهر ولا تريد أن تكون هناك إرادة قوية لحل المشكلة. مواقف الإدارة. سنعود إلى النقاش باربرا، ولكن دعينا نستمع بداية إلى مواقف الإدارة الأمريكية من إيران والمفاوضات في فيينا. أعتقد أنه في المستقبل القريب جدا سنكون في وضع يسمح لنا بالحكم، ما إذا كانت إيران تنوي الانخراط في المفاوضات بنية حسنة. يجب أن أقول لكم إن تحركات إيران الأخيرة والتصريحات الصادرة عن إيران لا تمنحنا سبباً كبيراً كافياً للتفاؤل، لكن الوقت ليس متأخراً لكي تتراجع إيران وتنخرط بشكل جدي في مسعى للعودة إلى الالتزام المتبادل بخطة العمل الشاملة المشتركة. كانت لدي محادثة مفصلة وجيدة للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنت. لدينا نفس الأهداف الاستراتيجية، كلانا مصمم على ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. تحدثنا بالتفصيل عن مسار الأمور بناء على ما يصلنا من أصداء من فيينا. سنظل على تواصل وثيق مع إسرائيل والدول المعنية بما فيها دول الخليج العربية بشأن وضع المحادثات وتقييمنا لتقدمها. سنعرف ما إذا كانت إيران جدية أم لا، علينا أن نختبر ذلك إلى أقصى حد. أعتقد أن شركائنا في المحادثات لديهم نفس القناعة، لكن لنكن واضحين، لن نقبل الوضع الراهن حيث تطور إيران برنامجها النووي من جهة وتتلكأ على طاولة المحادثات من جهة أخرى. لن يستمر هذا الوضع. إن أهدافنا بخصوص البرنامج النووي الإيراني لم تتغير، وهي العودة إلى الالتزام الكلي باتفاقية العمل الشاملة المشتركة. هذا هو الخيار الأفضل المتوفر لتقييد برنامج إيران النووي ووضع أرضية لمعالجة سلوك إيران المزعزع للاستقرار. المبعوث الأمريكي الخاص للشأن الإيراني روبرت مالي في مقابلة مع إذاعة NPR: تركيزنا منصب على الدبلوماسية لرؤية ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي وأن نبني على هذا الاتفاق. في الحقيقة الخيار في يد إيران، فإذا اختارت ألا تعود إلى الاتفاق آنذاك من الطبيعي أن نقوم بمساع أخرى عبر الدبلوماسية وغيرها من الطرق من أجل السعي إلى معالجة مسألة طموحات إيران النووية. كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية: لقد قال رئيسنا إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. الدبلوماسيون يقودون هذا الأمر الآن، لكن القيادة المركزية لديها دائماً مجموعة متنوعة من الخطط التي يمكننا تنفيذها إذا صدرت لنا التوجيهات. إن إيران قريبة جداً هذه المرة من القدرة على الاختراق، وأعتقد أنهم يحبون هذه الفكرة. الشيء الوحيد الذي فعله الإيرانيون خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية هو أنهم بنوا منصة صواريخ باليستية ذات قدرة عالية. تلك الصواريخ أصابت أماكن على بعد عشرات الأمتار من أهدافها.
عرفان، وزير الخارجية أنتوني بلينكين قال لن نقبل استمرار الوضع الراهن حيث تطور إيران برنامجها النووي من جهة وتتلكأ على طاولة المحادثات من جهة أخرى، ولن يستمر هذا الوضع. من منطلق موقعك يعني ومعرفتك بالنظام الإيراني، وكنت قد كتبت كتابا تحت عنوان الملة الشنيع، ماذا يجب برأيك أن تفعل الإدارة الأمريكية للرد على هذا السلوك الإيراني، وما هي الخيارات الواجب طرحها على الطاولة لتعديل مسار النظام الإيراني؟ في الواقع إيران لديها 5 مشاكل أساسية. من منظور واقعي نستطيع القول أن إيران لا تواجه فقط الموضوع النووي، هناك موضوع الإرهاب ومساعدة ودعم الوكلاء الإرهابيين في المنطقة، هذا موضوع آخر. هناك موضوع آخر وهو دعم إيران لشبكات الإرهاب العالمية، وهذا خطير جدا بالنسبة لمعظم دول المنطقة مثل السعودية وإسرائيل. والآن 42 سنة إيران مستمرة في شجار مع السعودية لأنها تريد أن تكون المهيمنة. ولكن ما هي الخيارات المطروحة برأيك بالنسبة للإدارة لمواجهة كل ذلك؟ في البداية الدبلوماسية التي أحترمها، ثانيا هم يكذبون للاستمرار في شأن العقوبات. أعتقد أنهم لا يريدون من الملالي أن يمتلكوا سلاحا نوويا. ثانيا لا يمكن أن يغلقوا الباب أمام المنظمات الإخبارية الاستخباراتية، حتى الآن يعرفون إلى أي مستوى هم يقومون بنشر البرنامج. أعذرني ولكن نريد أن نكون حازمين في مسألة الوقت. باربرا، ما رأيك، ما هي الخيارات المطروحة أمام الإدارة اليوم لتعديل السلوك الإيراني، وخصوصا بعد نتائج الجولة الأخيرة من المحادثات؟ نعم، في الواقع المجلس الأطلسي يوم الخميس سيطرح السؤال حول وجود خطة باء للتعاطي مع برنامج إيران النووي. ليس هناك من خيارات ممتازة، لنكن واضحين. الحل الأفضل هو العودة إلى الامتثال بالاتفاق النووي الذي يمكنه أن يحد من البرنامج النووي الإيراني على الأقل حتى العام 2031. من دون العودة إلى الاتفاق فإن إيران ستستمر في تعزيز تخصيب اليورانيوم لمستويات مرتفعة، وسنرى مشاكل في أماكن كالعراق حيث ما زالت القوات الأمريكية موجودة، وكذلك مشاكل في سوريا وفي اليمن، والصورة غير جميلة. الدبلوماسية هي الخطة ألف وباء بالنسبة إلي، والخيار العسكري لن يكون جيدا ولن يشتري إلا وقت ضئيل، وسيجعل إيران أكثر عدائية في برنامجها النووي وتصرفاتها في المنطقة. طيب عرفان، الجنرال ماكنزي يقول إن القيادة المركزية لديها دائما مجموعة متنوعة من الخطط التي يمكنها تنفيذها إذا صدرت التعليمات لها لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي. برأيك في هذه المرحلة إلى أي مدى يتقدم الخيار العسكري على الدبلوماسي بالنسبة للإدارة الأمريكية؟ 100% أنا أتفق لأول مرة مع باربرا، ولكن الخيار العسكري ليس هو الخيار الأول، الخيار الثاني الدبلوماسية يجب أن يقدم على الأول. المشكلة هي أنهم لا يريدون أن يتركوا إيران مع شبكات الإرهاب العالمية تسبب مشاكل لإسرائيل والولايات المتحدة. أعتقد أن إيران تريد تضييع الوقت لأنها تحاول حل مشاكلها الداخلية، والغرب والولايات المتحدة يعرف ذلك جيدا. إذن لهذا السبب الدبلوماسية ليست في المكان الأول بالنسبة للنظام الإيراني. نستطيع أن نقول أن الدبلوماسية فقط تضيع الوقت، وإيران وبايدن يعرف ذلك. يعني تدعو إلى الخيار العسكري بشكل سريع؟ لا،
لا. طيب في البداية أنا قلت الدبلوماسية. طيب إذا كانت إيران تشتري الوقت بالدبلوماسية. وذلك لأن المشاكل الداخلية الآن تؤدي إلى موقف متغير وتنقلنا إلى موقف آخر. بايدن لا يحب أن يكون منخرطا مع إيران ومع وكلائها والمجموعات الإرهابية، لهذا السبب هم يحبون الاستمرار في دعم الدبلوماسية، وهذا معقول في الواقع، ولكنهم يريدون مثل السعودية وإسرائيل في المنطقة، عليهم أن يحققوا توازن القوى. نعم، أعتقد أن إيران تواجه مشاكل كثيرة من دون شك. أتفق، هناك نقمة كبيرة حول مسائل كثيرة من قبل المواطنين، لذلك أعتقد أن حتى رئيسي في نهاية المطاف سيضطر إلى اتخاذ موقع أو موقف منطقي في المفاوضات. إيران لديها أكثر من مليار دولار من الموجودات المجمدة عبر العالم، مليارات الدولارات في الواقع، ويمكنها أن تستفيد منها، وهنا يمكن لأمريكا ومجموعة 5+1 أن تستعمل هذه الموجودات كورقة تلعبها ضد إيران. طبعا من دون شك الخيار العسكري سيكون لديه ردة عكسية على أمريكا. طيب باختصار باربرا، إلى أي مدى يتقدم الخيار العسكري في هذه المرحلة؟ لا يتقدم الخيار العسكري. كل الرؤساء في أمريكا يقولون إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ولكن جو بايدن كان خروج من أمريكا من أفغانستان سيئا جدا، خاصة بالنسبة إليه. لا نريد شيئا مشابها مثلا في العراق، وبالتالي لا نريد هكذا مواجهات. قد يكون هناك عمليات من قبل إسرائيل، قد يكون هناك اغتيالات، ولكن الآن أصبحت إيران قريبة جدا من الحصول على السلاح النووي بفضل بعض تصرفات إسرائيل، لأن هذا التصرف العسكري لا يؤدي إلى حل. مواقف أعضاء الكونغرس الأمريكي. طيلة 10 أشهر ورغم الكلام الساذج من طرف هذه الإدارة، من الواضح أن التهديدات التي نواجهها صارت أسوأ. الفراغ الذي خلفته الإدارة في أفغانستان شجع الإرهابيين من ميليشيات إيران في العراق وسوريا واليمن إلى أكبر المسؤولين في حكومة طالبان. كون هذه الإدارة تستميت للعودة إلى اتفاق فاشل بشأن برنامج إيران النووي يمنح إيران اليد الطولة في المفاوضات. إليسا سلوتكن نائبة ديمقراطية: وسط تنامي الخطر النووي الإيراني علينا عدم العودة إلى الاتفاق وكأن شيئاً لم يكن. إن عيب الاتفاق الأصلي أنه لم يتطرق إلى تهديد الصواريخ البالستية الإيرانية ولا إلى إرهاب إيران في المنطقة. أؤيد المفاوضات للوصول إلى اتفاق جديد وشامل، وعلى البنتاغون وضع خطة لمواجهة التهديد النووي كما يفعل تجاه سائر التهديدات حول العالم. نانسي مايس نائبة جمهورية: لا أوافق على طلب إيران رفع العقوبات عنها، لأنه لا يمكن الوثوق بطهران خاصة في المجال النووي. إيران ليست صديقتنا وهي تحاول إيذاء حليفتنا إسرائيل. إنني قلقة جداً بشأن التفاوض مع أشخاص لن يحافظوا على التزامهم بتلك المفاوضات أو بأي اتفاق يتم توقيعه. كاثي مانينغ نائبة ديمقراطية: إيران تهدد مرة أخرى بالتدمير الكامل لحليفتنا إسرائيل مع استئناف المحادثات. يجب ألا تركز المحادثات على زيادة تخصيب إيران لليورانيوم فحسب، بل يجب أن تركز أيضاً على التهديد الذي تشكله الصواريخ البالستية الإيرانية المتزايدة الدقة. يتعدى تهديد إيران إسرائيل، إيران النووية هي تهديد للمنطقة بأسرها والعالم. رسالة من 25 مشرعاً جمهورياً إلى الرئيس جو بايدن بشأن النووي الإيراني.
على الرغم من أن الكثير من العقوبات التي فرضها الرئيس ترامب لا تزال موجودة تقنياً، فإن إدارتك فشلت عن قصد في تطبيق هذه العقوبات على إيران ووكلائها. وبشكل خاص فإن إيران مستمرة بتصدير النفط بشكل غير قانوني إلى الصين من دون أي عقوبات أمريكية على البلدين. عندما يعود الجمهوريون للفوز بالأغلبية قريباً، نتطلع إلى إعادة تأكيد سلطة الكونغرس على العقوبات الاقتصادية من خلال تمرير قانون الضغط الأقصى وتقييد قدرة إدارتكم مثل إدارة أوباما من قبل على رفع العقوبات وإساءة استخدام سلطات الإعفاء والتراخيص لتخفيف العقوبات على إيران. مشروع قانون إيقاف الطائرات الإيرانية المسيرة سيدا. تقدم نواب ديمقراطيون وجمهوريون بمشروع قانون إيقاف الطائرات الإيرانية المسيرة سيدا. مقدمو المشروع هم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي الديمقراطي غريغوري ميكس، والنائب الجمهوري مايكل ماكول، والنائب الديمقراطي تيد دويتش، والنائب الجمهوري جو ويلسون. يفرض مشروع القانون على الولايات المتحدة منع إيران والميليشيات التابعة لها من اقتناء طائرات مسيرة من دون طيار، لأن هذه المسيرات تهدد الأمن القومي الأمريكي وأمن حلفاء واشنطن في المنطقة من قبل إيران، أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. يفرض مشروع القانون عقوبات على صناعة الطائرات الإيرانية المسيرة وكل من يزودها بالمعدات اللازمة للتصنيع والعمل، ذلك لأن الطائرات الإيرانية المسيرة مشمولة بقانون العقوبات على تصنيع الأسلحة الإيرانية. باربرا، هناك مطالبة في الكونغرس بأن تشمل المفاوضات مع إيران برنامجها الصاروخي ودعمها للإرهاب. إذا كان الوفد الإيراني في فيينا متشدد في مطالبه حيال العودة إلى الاتفاق النووي، فكيف ستتعاطى الإدارة مع يعني ملفي الصواريخ والإرهاب غير المطروحين أصلا في الاتفاق النووي؟ نعم، مع كل احترامي للكونغرس، لا يمكنهم أن يعتمدوا أي شيء الآن فيما يتعلق بالعقوبات مع فيتو الأكثرية. أعتقد أن مسألة الصواريخ الباليستية مهمة للغاية، ولكن إيران لم تظهر أنها على استعداد لوضع حد لهذا البرنامج، وأعتقد أن إمكانية أمريكا بالتعاطي مع هذا الملف محدودة للغاية. والخطوة الأولى في هذا المجال للعودة إلى الاتفاق النووي هو العودة إلى الامتثال، وذلك قد يكون الأساس لمفاوضات إضافية. ويمكن للمنطقة، المملكة العربية السعودية أو دول أخرى، أن تلعب دورا هنا في هذا المجال والتواصل مع إيران في هذا الإطار. طيب عرفان، كيف يجب يعني أن يتم التعامل مع ملفي الإرهاب والصواريخ الباليستية وهما موضوعان غير مشمولين بالاتفاق النووي؟ أنا شخصياً أعتقد كمختص في مكافحة الإرهاب، أنا أريد أن أدافع عن عملي. من الصعب أن نحل هذه المشاكل بدون حل موضوع الإرهاب. والثاني، الولايات المتحدة لديها الكثير من الحلفاء في الخليج، الإمارات، البحرين، الأردن، السعودية، وحاليا إيران تسبب مشاكل لكل هذه الدول نتيجة للهلال الشيعي. إيران تسبب مشاكل في معظم دول الخليج والشرق الأوسط، وبدون حل هذه المشكلة من المستحيل أن تكون هناك اتفاقية نووية. أعتقد أن الاتفاق النووي الأول ميت ولا يمكن إحيائه. طيب كيف يمكن حل هذه المشاكل؟ يعني هل نضع هذه المسؤولية على دول المنطقة، وما هي مسؤولية أمريكا؟
المسؤولية الأمريكية تتمثل في السيطرة على الموقف الآن، لأنها تعرف أن إيران نظام متوحش داخل وخارج البلاد وهو يدعم الشبكات الإرهابية العالمية. الآن هناك مشكلة أخرى في ساحة الولايات المتحدة، الدول الأمريكية اللاتينية وفي إفريقيا، وهناك مشكلة أخرى على أمريكا حلها وهي السيطرة على الموقف. أنا قلت انتشار السلاح موضوع والإرهاب موضوع آخر. بالنسبة للولايات المتحدة، الحزبان قلقان من هذا الموضوع ويريدان حل المشكلة من المنظور الاستخباراتي والأمني، لا يريدون أن يتركوا إيران تقمع كل الأطراف في الشرق الأوسط وتخلق الفوضى. أي تعليق باربرا؟ نعم، أتمنى لو كانت الأمور بهذه السهولة. أمريكا لديها عقوبات مفروضة على عدة أشخاص وكيانات مرتبطة بالبرنامج الصاروخي الإيراني وانتهاكات حقوق الإنسان، ولكن حتى اغتيال قاسم سليماني لم يساهم في حل الأزمة. علينا أن نكون واقعيين حول ما هو ممكن، علينا أن نعزز دول كالعراق ولبنان، وعلينا أن نحاول إيجاد حل للحرب في اليمن. علينا أن نتوقف عن ارتكاب الأخطاء التي تعطي إيران فرصة استغلال عدم الاستقرار في المنطقة. أمريكا هنا تتحمل مسؤولية كبيرة عن زعزعة الاستقرار عبر اجتياح العراق، ولما كنا في هذا الوضع على المستوى النووي من دون قرار الرئيس ترامب الأحادي الانسحاب من الاتفاق النووي، وهو قرار مأساوي. لدي بعد الفاصل، اعذروني ولكن نريد التوقف مع فاصل قصير، وبعده هل تشن إسرائيل ضربة عسكرية على إيران؟ تابعونا بعد قليل مع كيفا إلدار من تل أبيب. أهلا بكم من جديد إلى عاصمة القرار. ينضم إلينا من تل أبيب عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي عكيفا إلدار. أهلا بك سيد إلدار. كيف تقيم إسرائيل الجولة السابعة من محادثات فيينا التي انتهت بخيبة أمل أوروبية وتأكيد أمريكي بأن إيران لم تأتي باقتراحات بناءة، وبدأت الجولة السابعة باستفزازات نووية؟ أنا استمعت بعناية للتعليقات الخاصة لرئيس الموساد الجديد بالأمس، والذي قال بوضوح إن إيران لن تمتلك أبدا السلاح النووي، ولكن ولأنني كنت أستمع بعناية وجدت أنه لم يقل الإمكانية النووية، وأعتقد أن إسرائيل قلقة بشأن الهيمنة الإيرانية، وأنا كنت أستمع بعناية إلى زملائي، وهذا مفقود في النقاش، كلمة هيمنة. سمعت الكثير عن الإرهاب والصواريخ طويلة الأمد والباليستية وبالطبع التهديد النووي، ولكنني أعتقد أنه في حالة إسرائيل ما يقلقها هو التهديد بأن إيران ستكتسب هيمنة على المنطقة من خلال الوكلاء مثل حزب الله وحماس. وحقيقة أنه حتى السعوديين على بينة بحقيقة أن الخيار العسكري غير موجود. نحن مستمرون في القول المثل الغربي، إذا أردت أن تطلق النار اطلق النار، ولكن السلاح خالي بالنسبة لإسرائيل، لا يوجد به رصاص. إذن هناك الناحية الدبلوماسية، ليس فقط بضرب إيران بدعم من الولايات المتحدة، هناك أيضا لاعبين آخرين، هناك أيضا القانون الدولي، هناك الصين وروسيا، وأعتقد أن إسرائيل على بينة بهذه القيود. يعني هل تقصد أن الهيمنة الإيرانية في المنطقة عبر وكلائها أصبحت أكثر خطورة
على المجتمع الدولي من السلاح النووي الإيراني، هذا ما تعنيه؟ أعتقد أن الإيرانيين عقلاء، هم ليسوا مجانين، ويجب أن يأخذوا بعين الاعتبار المشاكل المحلية والاقتصادية والاجتماعية، وإسرائيل تعرف ذلك. وفي إسرائيل أيضا جزء من الموضوع الداخلي. عندما يستيقظ بنت في الصباح، أول شيء يفكر فيه هو بنيامين نتنياهو، وهو يستمر في متابعته عن كثب، ويريد أن يظهر أنه بغض النظر عما يستطيع نتنياهو عمله، بنت يستطيع أن يعمله بشكل أفضل. وكما تعرف الرئيس ترامب سمح للإيرانيين أن يكسبوا تكنولوجيا وأن يحدثوا أجهزة الطرد المركزية، واستخدموا الوقت الذي منحهم إياه نتنياهو وترامب. وفي الواقع بنت يلعب ويداه مغلولتان محليا، وهناك حقيقة أنه رئيس حزب له 6 أعضاء في الكنيسة، وهذا في الأيام الجيدة، وجزء من حزبه يدعمه، جزء فقط. ويعرف أيضا أن الرئيس بايدن ليس مثل ترامب، ولن يلعب نفس اللعبة التي لعبها ترامب. يعني لعدم الإطالة سيد عكيفة والاختصار الوقت، هل يعني هناك تقارير تتحدث عن أن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية؟ و أولا يعني هل هي قادرة على القيام بمثل هذه العملية لوحدها؟ هل يمكنها أن تقوم بضرب إيران من دون مساعدة أمريكية أو من دون ضوء أخضر أمريكي؟ وماذا يمكن أن تحقق هذه الضربة في حال حصولها لإسرائيل باختصار؟ أولا لا أعتقد، وقدر ما أعرف ليس من الممكن عمل ذلك بدون دعم الولايات المتحدة، وأيضا إشاحة النظر من جانب السعوديين أو الأتراك. انظر على الخريطة فقط. ثانيا، إسرائيل تعرف أنه ستكون هناك ضربة ثانية، ولن تكون هناك ضربة نووية، لأن إسرائيل تعرف أن إيران. طيب، هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعك، ولكن باختصار شديد، يعني هل إسرائيل قادرة على القيام بمثل هذه العملية من دون مساعدة أمريكية؟ لا، إسرائيل تحتاج إلى الاعتماد على الولايات المتحدة ومجموعة الخمسة وروسيا، روسيا والصين أيضا في الصورة، والقانون الدولي. الشيء الآخر، وكما ذكرت سابقا، إسرائيل محاطة بوكلاء إيران، وحيث أن إيران لا تمتلك قدرات نووية الآن، فإيران ستستخدم لبنان وحماس من غزة. واضح. وإسرائيل عليها أن تأخذ بعين الاعتبار، وتأخذ هذا بعين الاعتبار. عكيفة إلدار، الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي من تل أبيب، شكرا جزيلا لك. أعود إلى عرفان وباربرا. عرفان، يعني كيف يمكن أن يكون عليه موقف إدارة بايدن إذا اعتزمت إسرائيل توجيه ضربة لإيران؟ هل ستمنعها برأيك أم تساعدها أم تدخل شريكا معها أم تقف على الحيط؟ ما رأيك؟ أولا، من المنظور العسكري علينا أن نقول أن هذا ليس من السهل عمله. ثانيا، إيران ثالثا، الولايات المتحدة تحترم إسرائيل كدولة يهودية ولا تريد،
أيضا إيران لديها الكثير من المجموعات الإرهابية محيطة بإسرائيل مثل حماس وحزب الله والجهاد، وهي تريد حل المشكلة. إذا كانت هناك ضربة كيف يمكن أن تحل المشكلة؟ لأن هناك عواقب للهجوم. نعم باربرا، لا أعرف ما إذا كنت قد استمعت إلى السؤال، كيف يمكن أن يكون عليه موقف إدارة بايدن إذا اعتزمت إسرائيل توجيه ضربة لإيران؟ هل ستمنعها أم تساعدها أم تدخل شريكا معها برأيك؟ هل تسمعيننا؟ طيب سنتوقف مع رأي الصحافة الأمريكية ونتابع النقاش بعدها. بوبي غوش في موقع بلومبرغ: إيران تظهر أنها غير جدية بشأن المحادثات حول برنامجها النووي. يرى الكاتب أنه منذ آخر جولة للمفاوضات أظهرت إيران عدم جديتها بشأن إحياء اتفاق 2015 وسعيها إلى تقويض المحادثات عبر اشتراط رفع كل العقوبات الاقتصادية ووضع ضمانات بأن لا ينسحب أي رئيس أمريكي مقبل من الاتفاق، وقيامها بتعيين علي باقري كيني أحد أكبر منتقدي اتفاق 2015 كبيراً لمفاوضيها. ويخلص غوش إلى أن النظام الإيراني وافق على استئناف المفاوضات لضمان عدم فرض عقوبات جديدة وكسب مزيد من الوقت لمواصلة تخصيب اليورانيوم. افتتاحية وول ستريت جورنال: إيران تعرف سر تفكير بايدن بشأن برنامجها النووي. ترى الافتتاحية أن إيران تهين الولايات المتحدة أمام العالم عبر رفضها الجلوس مع المفاوضين الأمريكيين، وبأن إيران تتصلب في تقديم أي تنازلات لأنها تعرف أن بايدن يريد الوصول إلى أي اتفاق معها. وتضيف الافتتاحية أن الولايات المتحدة طرحت مؤخراً فكرة اتفاق مؤقت من شأنه أن يمنح مزيداً من الوقت للتفاوض على صفقة أكبر. سيخفف الاتفاق المؤقت العقوبات على إيران مقابل بعض التخفيف من تخصيب إيران للوقود النووي. وتخلص الافتتاحية إلى أن ما تريده طهران هو اتفاق أضعف من اتفاق 2015 يصب في مصلحتها وحدها. توم فريدمان في نيويورك تايمز: سياسة ترامب تجاه إيران أصبحت كارثة للولايات المتحدة وإسرائيل. يقول فريدمان إن قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران كان أسوأ قرار يتعلق بالأمن القومي الأمريكي في حقبة ما بعد الحرب الباردة، ويضيف أن الانسحاب من الاتفاق حرر إيران من ضوابطه وأطلق يدها حتى صارت على عتبة الدولة النووية خلال أسابيع وليس سنوات، كما جعل الانسحاب إيران تطرح شروطاً تعجيزية للعودة إلى الاتفاق. ويختم بالقول إن ترامب أورث بايدن كارثة كبيرة، لكن بايدن لم يعرف كيف يلعب الأوراق مع إيران، مما أوقع إسرائيل في حيرة وخوف من أن يذهب الرئيس الأمريكي نحو اتفاق صغير يقيد يد إسرائيل عسكرياً ويطلق يد إيران. لذلك تحاول إسرائيل إقناع بايدن بالتهديد بضرب المنشآت النووية الإيرانية بالقنبلة الأمريكية الهائلة، لكن بايدن لن يفعل ذلك برأي الكاتب. مايكل روبن في موقع أمريكان إنتربرايز إنستيتيوت: يبدو أن مصير محادثات جو بايدن بشأن البرنامج النووي الإيراني سيكون هو الفشل. ينتقد الكاتب مقاربة إدارة بايدن للتفاوض مع طهران، معتبراً أن رفع بعض العقوبات ورفض تطبيق أخرى وحث حكومات أجنبية على الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة لا يساعد على إبرام اتفاق. ويرى روبن أنه إذا أحس الإيرانيون أن أمريكا مستعدة لوقف المفاوضات واتباع وسائل أخرى اقتصادية أو عسكرية لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ستصبح الجمهورية الإسلامية مستعدة أكثر لتقديم تنازلات. باربرا، سأعود إلى السؤال السابق الذي سألته لعرفان: كيف يمكن أن يكون برأيك موقف إدارة بايدن إذا اعتزمت إسرائيل توجيه ضربة لإيران؟ ونقطة ثانية، هل تؤيدين فكرة التوصل إلى اتفاق مؤقت مع إيران من أجل الحصول على المزيد من الوقت للتفاوض على صفقة أكبر؟ نعم، أعتقد أن أكيد إلدار قال بوضوح
إن إسرائيل ليس لديها الآن خياراً عسكرياً، ولا أعتقد أن إدارة الرئيس بايدن هي لتدعم ضربة من هذا القبيل. وأعتقد أنه لو قامت إسرائيل بتوجيه ضربة لإيران فسيؤدي ذلك إلى نتائج عكسية، ولن تنجح الضربة لأن إيران لديها منشآت في أماكن كثيرة وفي الجبال وفي أماكن محصنة، فهكذا مغامرة ستكون خطيرة وستضع الشعب الإيراني في خطر. لنضع هذا الخيار جانبا، فيما يتعلق باتفاق مؤقت، قد كان هناك كلام حول هذا الموضوع، ولكن لا أعتقد أن إيران مهتمة باتفاق مؤقت. إيران تريد الحصول على أصولها المجمدة، وتريد أيضا إنتاج النفط وتصديره، وأي اتفاق بالنسبة لهذا لن يكون نافعا. عرفان، هل تؤيد فكرة التوصل إلى اتفاق مؤقت؟ لا، لأن الملالي يغشون معظم الوقت. الاستخبارات تجد أن الملالي يغشون. بالنسبة للأصول، في وقت أوباما أفرجوا عن الأصول، ثم ماذا حدث؟ لقد أنفقوا هذه الأصول لدعم المجموعات الإرهابية في المنطقة، وبعدها الآن عندما إيران يتم الوثوق بها، فإن إيران مختلفة عن الدول الأخرى، هي تريد فقط الحفاظ على الأخطبوط الديني في إيران، تريد خلافة إسلامية، وهذا واضح. ويجب أن نعرف أن هذا النظام لا يمثل الشعب الإيراني. بعد الفاصل، هل أصبحت العودة إلى الاتفاق النووي مستحيلة؟ أهلا بكم من جديد إلى عاصمة القرار، رأي الخبراء والمحللين الأمريكيين عبر تويتر. مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق: تقييد الطموحات النووية الخبيثة للنظام الإيراني هو السبيل لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. نيكولاس ميلر، الأستاذ المساعد في كلية دارتماوث في نيوهامشير: يا لجرأة بومبيو وهو يعطي الدروس لإدارة بايدن بشأن إيران. عندما كان بومبيو وزيرا للخارجية وضع 12 هدفا لتغيير سلوك إيران، وفشل حرفيا في تحقيق أي منها. نايل غاردينر، مدير مركز مارغريت تاتشر في مؤسسة هيريتج البحثية: لدى إسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها وضرب المنشآت النووية الإيرانية. لقد وعد النظام الإرهابي والديكتاتوري في طهران بالقيام بعملية إبادة في حق شعب إسرائيل. لا يمكن التسامح مع تهديدات إيران الشريرة. بن روتس، مستشار الرئيس باراك أوباما سابقاً: في ظروف طبيعية كنا جميعاً سندعم نجاح مفاوضات تهدف إلى دحر البرنامج النووي الإيراني. من خلال الوقوف ضد هذه المفاوضات، يدعم المتملقون لترامب ونتنياهو ومحمد بن سلمان سيناريو تنفك فيه كل القيود أمام تقدم البرنامج النووي الإيراني. نيكي هيلي، السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة: ما لم توقف إيران سعيها للحصول على أسلحة نووية وتمويلها للإرهاب وتهديدها بتدمير إسرائيل، فإن أي اتفاق يسعى جو بايدن لإبرامه هو اتفاق لا جدوى منه. ديفيد لالو، إعلامي ومحلل سياسي أمريكي: هل تقوم الولايات المتحدة بتقويض المحادثات بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة؟ إذا كانت جولات الحوار الست السابقة لم تحرز أي نتائج، لماذا ينبغي علينا توقع أي شيء جديد هذه المرة؟ ما دامت العقوبات غير الشرعية المفروضة على إيران لم ترفع، لا يمكن توقع الكثير من محادثات فيينا. على من يقع اللوم؟ القرار لكم. عرفان، هل نجحت إدارة بايدن أو عفوا إدارة ترامب في تعقيد مسألة عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي؟ وفي نفس الوقت، من أين تستمد إيران قوتها لمواجهة المجتمع الدولي؟ في الواقع،
في عهد ترامب، لأنك لو كنت تنتبه لعمليات CIA في عهد الجنرال هيدن، نحن قمنا بقتل واحد من أخطر الإرهابيين عماد مغنية. في ذلك الوقت كان هناك إرهابي آخر خطير سليماني سبب الفوضى في الشرق الأوسط، والآن علينا أن نفهم هذه النقاط. ثم بايدن الآن لا يستطيع أن يفعل أي شيء بدون تقارير الاستخبارات، وأعتقد أن الغرب والولايات المتحدة وإسرائيل الاستخبارات فيها تعرف هذا جيداً، وتعرف الأنشطة الشريرة للنظام الإيراني في المنطقة، وبدون حل هذه الأنشطة لا نستطيع أن نستمر. طيب ما يعني النقطة الأخرى وباختصار، من أين تستمد إيران قوتها في المواجهة؟ التركيبة الجينية للنظام الإيراني هو الإرهاب، وموضوع الإرهاب لا يوجد اختلاف فيه بين المعتدلين والمتشددين، الطرفان يدعمان الإرهاب، وأعتقد أنهما يريدان دعم الوكلاء في المنطقة وفي شمال إفريقيا واضح. وفي ساحة الولايات المتحدة. طيب باربرا، يعني هل نجحت إدارة ترامب في تعقيد عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق، وما هي القوة التي تعتمد عليها إيران؟ نعم، من دون شك، كما قال توم فريدمان، وتأخر في ذلك لأننا كنا ندرك ذلك منذ 3 سنوات. الانسحاب من الاتفاق النووي كان خطوة خاطئة إلى حد كبير، وفتحت المجال لأن تلعب إيران دورا أكثر عدائية في المنطقة وتعزز من برنامجها النووي. هي خطأ كبير، وتطرح سؤالا، هل يمكن العودة إلى الاتفاق النووي مع كل الوقت الذي مر، وبالنظر أيضا إلى مقاربة الإدارة وإلى موقف رئيسي وهو حاد جدا؟ طيب، طرحنا على صفحتي الحرة وعاصمة القرار على فيسبوك وتويتر السؤال التالي: هل تعتقد أن إيران جادة في العودة إلى الاتفاق النووي ولماذا؟ وجاءت الإجابات على فيسبوك على الشكل التالي: 44% أجابوا نعم، و56% أجابوا لا. أما الإجابات على تويتر فكانت على الشكل التالي: 26% أجابوا نعم، و74% أجابوا لا. أما أبرز التعليقات التي وردتنا فقد كتب البرق: كلا، والمفاوضات هي عملية كسب وقت. وكتب محمد العميري: إيران أتت إلى فيينا من أجل هدف واحد فقط، وهو رفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل مقابل العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ولكن يبدو أن هذا الأمر صعب أن تقبله الإدارة الأمريكية، لذلك أعتقد أن هذه المفاوضات ستصل إلى طريق مسدود. وكتب الغزالي: لا أعتقد أن مباحثات فيينا ستتوصل إلى اتفاق، لأن الولايات المتحدة غير جادة وهي من أخلت بالاتفاق. وفي الختام باربرا وعرفان، برأيكما ما هو المسار الذي سيسلكه الملف النووي الإيراني في المرحلة المقبلة على ضوء نتائج الجولة 7 من محادثات فيينا؟ أبدأ معك باربرا. أخشى أن إيران ستستمر في تعزيز برنامجها النووي على الأقل لفترة، والضغط الوحيد من قبل أمريكا يبقى العقوبات، وهي ليست بالفعالية المرجوة لأنها تخسر من فعاليتها، وبالتالي التوقع مقلق وأنا قلقة جدا. عرفان: أنا شخصيا أعتقد أن إيران تريد المزيد من التوتر في المنطقة والاستمرار في البرنامج النووي لمستوى الحصول على القنبلة، وأعتقد أن إيران لا تريد أن
تقدم على اتفاق مع الولايات المتحدة، هذا مستحيل بناء على خبرتي. طيب باربرا، ذكرتي مسألة العقوبات، هل سنشهد برأيك في المرحلة المقبلة تشديد تطبيق العقوبات وفرض عقوبات جديدة من قبل الإدارة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وربما الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن؟ نعم أعتقد ذلك، أعتقد أن لو استمر الطريق المسدود أوروبا أيضا ستعود فرض العقوبات، وقد تكون هناك جهود في إطار مجلس الأمن لإعادة العقوبات التي رفعت بعد الوصول إلى اتفاق نووي. طبعا هناك أهمية كبيرة لموقف روسيا ولموقف الصين، لا نعرف إن كانت ستدعم هذا التحرك، ولكن هذا يمكن أن يشكل ضغطا على إيران لأن إيران تعتمد على الصين لبيع النفط. ما زالت هناك بعض الأوراق. هل توافق عرفان؟ وهل برأيك ممكن أن تتحول إيران إلى كوريا شمالية أخرى؟ تدريجيا نعم، لأن إيران تلعب في ضمن علاقاتها مع روسيا والصين. روسيا والصين هما أو يحبان أن يؤثران على السياسة في الشرق الأوسط. لا تريد الدولتان أن تكون أمريكا منخرطة في الشرق الأوسط. روسيا والصين تلعبان اللعبة، وأنا أتفق مع باربرا، إيران لا تريد. طيب عرفان فرد، مؤلف وخبير في الشؤون الإيرانية، نشكرك من العاصمة الأمريكية، وباربرا سليفن مديرة مبادرة مستقبل إيران في المجلس الأطلسي. إلى هنا تنتهي عاصمة القرار لهذا اليوم. تحية طيبة مني ومن فريق العمل، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل.